فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تجعل النية في وسط العمل أو في آخره لا في البداية؟ لا، لابد تكون من البداية. العمل واحد، ما العمل واحد، لابد أن تكون في صوم الفريضة، لابد أن تكون قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر. وأما في النفل إذا أصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام في أثناء النهار لا بأس، يجوز. نعم.